أناب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح لحضور حفل جائزة خالد بن حمد للمشروع التنموي المستدام وتوزيع المنح المالية للعام 2014 للمنظمات الأهلية التي تعمل تحت مظلة الوزارة. وبهذه المناسبة أشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن إطلاق جائزة للمشروع التنموي المستدام للمنظمات الأهلية يهدف إلى تحسين أداء المنظمات الأهلية ومساعدتهم على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم التنموية بمفهومها الشامل. وأكد سموه أن مملكة البحرين تسعى إلى توفير الفرص لزيادة قدرة المنظمات الأهلية وإنشاء شبكة معلوماتية لتبادل الخبرات والمعلومات وتسهيل وتشجيع تنظيم المنتديات والبرامج الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية وتطوير الآليات لإشراك القطاع الخاص لدعم وتشجيع التطوع والعمل التطوعي. وقال سموه إن تكريم المنظمات الأهلية اليوم يؤكد دعمنا لمواصلة تلك الجهود التي تأتي تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدعم وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المجتمع من أجل تحقيق أهداف مشتركة بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأشاد سموه بجهود وزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأسها وزيرة التنمية الاجتماعية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح في تقديم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع إضافة إلى دعم الجمعيات الأهلية وتقديم مختلف التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها. من جانبها عبرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح عن شعورها بالفخر تجاه سير برنامج المنح المالية قدما على طريق التطوير. كما عبرت سعادتها عن عميق الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تفضله برعاية حفل توزيع المنح المالية وقبول سموه تقديم جائزة تحمل اسمه للمشروع التنموي المستدام. وفي ختام الحفل تم الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة خالد بن حمد للمشروع التنموي المستدام. دور المجتمع منظمات المجتمع المدني له دور أساسي خاصة في التنمية الاجتماعية، كما هو معروف أن كافة الجهات التنفيذية تقدم كافة الخدمات تحت ظل قيادتنا الحكيمة، ولكن اللي يعتبر المنظمات المجتمع المدني هي أحد العناصر الأساسية التي يكون هناك في اندماج ما بين العمل الحكومي وأيضا منظمات المجتمع المدني، وهو شيء أساسي العمل التطوعي أن يكون لهم دور لأنهم يتلمسون حاجات الفرد والمجتمع، وخاصة يعني بعد اطلاعي على المشاريع التي قدمتها الجمعيات والتي فازت بهذه المنح هي مشاريع تعتبر رائدة على المستوى المحلي والعربي أيضا، وإن شاء الله تستمر، وأهم شيء أن يكون فيها استمرارية من قبل هذه الجمعيات، لا يكتفي أن يكون هناك فقط منحة تؤخذ ويتوقف هذا المشروع. طبعا نحن قدمنا من خلال كوزارة التنمية الاجتماعية بعض العناصر الأساسية والمشاريع التي ستقوم بها والتي ستتضمن في البرنامج الحكومي الذي إن شاء الله مع الفترة القادمة القريبة إن شاء الله سيتم الإعلان عنه، ونأمل أن مثل هذه المشاريع أن تأخذ طريقها، وأيضا استمرارية المشاريع التي هي موجودة وتخص، نستطيع أن نقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعني بكافة شرائح المجتمع سواء كانت من أطفال أو معاقين أو مسنين أو أسر محتاجة، كل هذه الفئات تكون لها مشاريعها التي تخدمها إن شاء الله.